هدف منه هو نتواصلوا معكم، نتصنتوا لكم، نتصنتوا لنا. تربيت على احترام المرأة. أمي الله يرحمها كانوا تيسموها في الدرب أمي الدو، يعني أمي جوج. يعني كثير ديال الناس ديال البنات وديال الأولاد في تيرودان تيعرفوها، يعني تيرودان اللي كنا تنعرفو كان فيها التكافل الاجتماعي، كان فيها محبة الناس للناس، كان فيها احترام الناس للناس. تيجي ويلعب عليهم ويبكيهم والناس مساكن على نيتهم، يصفقوا له ويشطحوا له ويبكوا عليه، ولما يمشي للبرلمان تيقول لهم شتا هذوك الناس ديال تيرودان. قلت لكم لما مشى للبرلمان قال لهم انا بكيت لك هذوك الناس تيرودان، هذوك العيالات تيرودان. عيالات تيرودان اشرف من اشرف الخلق اللي بتاع باباهم كلهم، يعني مسكن الناس تيرودان ضعيفين بزاف. العيالات ديال تيرودان تيعرفوش العار، وجا واحد منين قال لك في الاجتماع دار لهم ما نعرفش شنو تجمع، ما عمرو داروا في حتى شي بلاد، لان هذوك البلاد تيعرفوا هذوك الطينه ديال الدلو ديال البلاده، وهذوك كثار راه ماشي غير هذوك بو الحيه ولا اللي عندهم، راه كاينين اللي ما عندهم الحيه تيديروا نفس الشيء، وكاينين اللي عندهم اللحيه وكاين اللي عندهم السنطيحه، ولكن هذوك هما الاغلبيه. اذا انا نبغي غير نوعيكم حاجه، نقول لكم انا واحد الحاجه، هو انني انا شخصيا لما درت جمعيه تيرودان اولا ما بغيت حتى حاجه من تيرودان الا تيرودان ترجع ليها الروح. باش ندخل معكم في واحد الجانب اجتماعي يخص المراه المغربيه والرودانيه على الخصوص، فمن الانشطه ديالها زياره الكركارات في الفتره اللي كانوا بزاف ديال الناس متخوفين انهم مشيو للكركارات. جمعيه تيرودان اولا مشاو مثلوا هاد القافله اللي مشات فيها ذكور الامات بطبيعه الحال اشراف الدكتور مصطفى عزيز وتبويه الدكتور مصطفى عزيز اللي عطانا واحد الوقت من اللقاء ديالو واللقاء اللي دار مع النساء السلاليات والردانيات جميعهم، وكنشكروه بزاف بزاف باسمي وباسم السلاليات.